كنت مهني غاية عرفتك انتي موفيز افير عقلي ولا اير لو كان عرفت هكذا يصرالي مني لك شامور عشقك هبلني وطيحني في قلبي شدار خلي بيديك لفير ما بدلت شي حوايجك ما بدلت شي والو بنيتي انا بقعدي الصح مصباح وانا نجري معاك وخليتي لي شي عظم ايوا خالتي اش غادي نديرو راك عارفه التقاليه ديال العرس راه هي هذه راه فيها تمار وفيها شويه تجري بنيتي تاتي راعي شويه راه ما خليتي ما شريتي تكايسي شويه الله يرضي على بنيتي او تي القصريه كلها باغا الحانوت اللي دخلتي منه تاخدي منه جوج بياسات ثلاثه خالتي راه هادي العادات والتقاليد ديالنا وديال العروسه مالك خالتي بغيتيني ما نتقداش راسي وما نفرحش براسي ولا بغيتيني ندير زواج لبق سهلي كل خير بنيتي انا هادشي كاع ما يبقى فيا راني بنت اختي تيايا ايوا هكا نبغيك خالتي راه خاص الواحد هو يدير الحاجه ديال الكبرانيه ماشي شي حاجه اللي كتحشم يضحك فيه الناس ويضحك فيه الجيران لا بنيتي حاشا واش نضحك في بنيتي انا راه حاسبك بنتي ايوا اللي تبغي لبناتك خصك تبغي ليا انا ومالي اختي سمليتي شي حاجه قصرت فيها ايوا صراحه يا خالتي ما قصرتيش وعبد الغفور تا هو مسكين كاع ما قصر عرفتي منين بغي نخرج انا وياه فاش كيقول ليا كيقول ليا اللي حطت على يدها خلصيها ايوا الله يخلي ليا راه يولي زماني مع شكون اللي كيصوني وشوفي انا نوض نشوف شكون بنيتي سيري الله يرضي عليك وليدي الحريق الحريق مو بزاف صافي ولدي صافي 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 الحريق انت هاد الدواء نقلبت عليه باش تعطات عليك وليدي امي ياك شويه بعدا كاين وليدي امي وليت عندها يد واحده امي ويلي نعس الشيطان وليدي الصانع بالله سبحانه وتعالى هاد اليد درا فيه البركه سمعتي وليدي اللي دار الله هي اللي كاينه مرحبا 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 بعطيه الله راك باقي صغير اوليدي وانا رانا معاك انا هي يدك اليمنى تا خدامتك انا يا وبارك انا امي صافي باش كل اللي غيخدم لك شكون اللي غيبكلك شكون اللي غيشربك وداك العرس امي اللي باغي ندير كيفاش غادي نبدا نكمل داك التاز ديال المراه سكت ولدي طيبتي لي قلبي سكت هلا ولدي مسكين باقي صغير حافظ صافي الاطباء ديالنا امي يدي انا ما عاد فيها غير من هنا وقطعوا ليا كلها لا انا بلا ايد اوليد هاد الهضره ديالك علاش طرا طيبتي ليا القلب راك طيبتي ليا القلب وليدي راه ما حنسيني بصحتي وليدي رانا نشوفك ما بقاش نقد ندخل عندك امي نعم اخبارك واحد القضيه شنو وليدي انا دابا راه وليت واحد معاه وصافي وليدي صافي ملي بقى العمر ملي بقى العمر زيد قدام المجتمع ما عمر ما غادي يرحمني ديما كيشوف غير كيشوف فيا انا اللي ديك مقطوعه حتى وراه بزاف الناس اللي يديهم مقطوعين وليدي او قول الحمد لله قول وليدي الحمد لله الحمد لله قول يا وليدي اش نطيب لك شنو بشهي طيب لوليدي شنو ضاع منك الدم بزاف وليدي شويه شويه تخفسه وليدي أوب. نعم وليدي ما طيبي لي والو الله ما عايشك وليدي الله يرضي عليك الله يرضي عليك وليدي طيبي لي امي واش غادي ناكل بلاصه انا معليش انا نوكل ولدي انا نوكل ولدي انا نوكل ولدي انا عمري خساره وليدي انا عمري خساره اسكت اسكت وصافي وليدي صافي 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 وليدي الله يرضى عليك صافي عافاك وليدي انا راضي عليك انا راضي عليك وليدي انا عمري عليك خساره وليدي انا معاك انا معاك وليدي انا يدي انا نفدي ولدي كل بلي ازمه ما بغيت نشوف واخا غادي نسولك حيط على معاد على بلاصه اسمع شفت الحاده وليت فيها اسمع ولكن الحمد لله دابا ربي يسر دابا ان شاء الله المحلة هذه كامله تدوز ان شاء الله شوفي بنت خالتي دابا ان شاء الله راه داك السيد اللي خدام معايا مول المحل قال لي ان شاء الله راه غادي يعوضنا حيت راه عندي راسي ناسيس عندي الوريقات ديالي كاملين ان شاء الله ملي غادي نتعوض
وديك الفلوس اللي غادي ناخذ هما باش غادي نديروا العرس. خاصك غير انتي تصبري معايا واحد شويه. بحال سمعت العرس لا؟ ان شاء الله انا معول باغي ندير شي عرس زوين. وديال اش هاد العرس بيه من غتزوج؟ انتيا لا نسيت واقيلا ما قلتش لك حيت ما عاودتش لك. بغيت غير نقول لك ولد خالتي بلي انا مابقيتش بغيت نتزوج. والزواج انا باقه صغيره علي وصراحه حيدت هاد الفكره ديال الزواج من عقلي، مابقيتش بغيت نتزوج. ياك بنت خالتي هادي الهضره ديالك كتقولي فيها دابا علاش زعما حيت يدي مابقاتش عندك؟ لا ماشي هكا، غير انا صافي مابقيتش كنفكر في الزواج، والزواج فيه المسؤوليه وفيه تماره وانا داكشي ما قادراش عليه. ياك وداكشي اللي كنا كنجمعوا فيه ها، وداكشي اللي كنا كنشريو، وهذيك الخطبه ها عادي. الا بغيتي نرجع لك داكشي ديالك ما عنديش مشكل، راه غير محطوط ما كنلبسو ما والو. الا كان حويجاتك وشريطاتك اللي كتهضر عليهم وكتمنهم عليا دابا نجمعهم في واحد السويك ونجيبهم نحطهم لماماك. هاد الهضره هادي ماشي ديال بلاد الاصل، وهاد الهضره ماشي ديال شي وحده من عائلتي، هي ديال شي وحده برانيه. ايوا حسبها كيف ما بغيتي انت حر. خلال البراني بعدا اللي يقول هاد الهضره ما تقولهاش انت. ايوا البراني راه كنلقاو فيه الخير على العائله دائما. اصلا تبدلتي بزاف معايا. ايوا هادي الزمان. ايوا الوقت هكا بغات. سيري لداركم. ايوا خليت لك الراحه. راح خليها لك. اما الراحه نهار مشات لي ايدي مبقيتش شفتها. حاجة نيسي مالك نيسي؟ انا غنمشي. فين يا بنيسي؟ ايوا نمشي لدارنا. وليش؟ قال لي عبد الغفور قال لي سيري. والله يا بنيسي الله تخلي عبد الغفور في هذيك الحانوت ومشي هو غيقول لك وراه ما وراه ما مستوعبش مسكين دابا في هذا الحال اللي هو فيها بنيسي، تخليه مأزم وكل شيء في خاطره وفي نفسه. أو تمشي يا بنيتي وتخلي عليه في هاد الظروف ديال دابا. شوف اخي عشان نقول واحد جوج كلمات. هي بنيتي قولي. انا الزواج مابقاش كنفكر فيه. ويلي بنيتي وشنو يا بنيتي اللي بدلك علينا يا بنيتي؟ شوف يا بنيتي ولدي دابا ما تقوليهاش ليها بنيتي، عندك تكوني قلتيها ليه. شوف شوف مريض وحالته خالتي. اول حاجه الزواج انا مابقاش بغيتو. ثاني حاجه فين المسؤوليه وفين صداع الراس. ثالث حاجه ولدك مريض وانا ما قاداش على صداع الراس. ياك بنيتي. رابع حاجه خليك على خير. ياك بنيتي الله يرضي عليك تخلي عليه في الظروف هذه وهو مريض مسكين حالته. الله يرضي عليك يا بنيتي. واش خالتي كتحشو الزواج ولا شنو؟ لا خالت بنيتي لا خويتي لا شوفي وانت اللي خاصاتك حتى خير ما يخصك. نقول لك واحد الحاجه خير ما يخصك معاه. ما عنديش مع التمسكين ولا وعاف بنيتي وعاف خوتي. خالتي انت عارفاني عندي نيشان. صافي يا بنت اختي بنتي على حقيقتك. ايوا لو سمعي نقول لك انا بكيت عليك واش كيت عليك. ايوا راه ولدي الا ما بقيتيش باغا راه الف وحده تتمناو ايوا الله يسهل. امين يا بنتي امين. سيري الله يسهل على الجميع. يلا سيري بنتي وسلمي على امك. يلا بالسلامة. سيري بنتي سيري تحبي راسك. الزواج الزواج راه ماشي جات بقلة الصحة، بنادم عي قلة صحته وتتقلب وجهكم عليه. الزواج راه فيه الشدة والحزة، ماشي يكون صحيح راه ديالك وما يكونش مريضة. خصك تهنى تبان بنت الناس وتبان بنت الأصل. لاباس ولدي كيداير؟ صحيح كيداير الوالده؟ كيبقى مغفر شويه شويه ولدي شويه. راه هو يا اصبر اخي اصبر مكتاب الله كيتسارى وصافي. فين كاين عبد الغفور؟ راهو في صالونك يا ولدي. ديري في بالك والو اخي اللي كتب الله يعينك. انا ما ندير والو راه صحته مستقبل ومشات لصحته. السلام عليكم. فين عبد الغفور؟ دير اخويا دير اخويا عليك كيبقيتي شويه شويه اخويا الحمد لله. كي داير بخير؟ هاني اللهم لك الحمد. كتشرب الدواء ديالك؟
وضروري خويا نبيل ضروري ندوه. ايوا اشرب الدواء ديالك وان شاء الله يكون خير وقسم التليفون راه يضرك في عينيك اصاحبي. شراك مريض وراه مع خويا راك عارف مع المرض ومع ما عندك ما يدار. اللهم التليفون بعدا كتسلك بيه ودوز بيه الوقت حتى انك تبقى بارك مع بنادم. وتتعب الغفور راه من نهار كتب الله اللي كتب وانت ما بقيتي خرجتي ما بقيتي درجتي ما بقيتي ضربتي دوره والو انت مالك اصاحبي تسد عليك انا غتمرض بالاكتئاب اصاحبي. قولي فين غندور انا فين غندور شوف باش غندور انا بيه باش الشيطان عبد الغفور قالت لي التالي مع الشيطان وما تبقاش تبكي بحال ما هكاك اصاحبي راك كتسد لينا حتى حنا قلوبنا معاك اصاحبي راك من نهار تضربتي وحنا بحال حنا تضربنا وراه كنبغوك تشوفوك ضاحك ونشيط وراه داكشي راه ديال الله مكتب ديال الله سبحانه وتعالى مكتب ديال الله مكتب ديال الله نبي الخويا ولكن خلينا ودي ساكت تا قول اش باغي تقول المجتمع ما كيرحمش المجتمع ما عمره ما كيرحمك المجتمع ديالنا منافق يبرك معاك يهضر معاك يعطيك كلمه ولكن موراك راه كيقول حاجه اخرى ولكن اخويا عبدو خاصك انت عاوتاني تشوف النظره ديالك ما تبقاش تشوف النظره ديال الناس الا بقيتي تشوف غير النظره ديال الناس راه ما عمرك غتعيش حياتك مرتاح صبار ودي نبيل شي نهار تخطيك صحتك عاد تعرف تولي تعرف هذيك الساعه شكون حبيبك وشكون عدوك اما دابا انت هكا هكا الدويه كتقول جربها من غدا دير مثلا طرات لك شي مشكل حتى نتايا وجربها وشوف وغتعرف شكون هو صاحبك وشكون هو عدوك. انا معاك اخويا عبد الغفور ولكن ودي الله يدير لي فيها الخير ايتي فينا اخويا عبد الغفور ولكن غير الصبر اخويا راه ما عاد ديما نقول لك المهم غدا ان شاء الله نمشي نضرب انا وياك شي دوره ونمشيو نريحو في القهوه صافي ان شاء الله خويا ماشي مشكل عاد داك دير ليا كيما داك النهار عاوتاني تنجي وتقول لي لا ما راهش قاش ليا لا صافي هاد المره غنخرج انا وياك ان شاء الله نيت حيت شحال هادي مابقيت خرجت وبقيت بدلت شويه الجو وان شاء الله خويا عبد يكون خير عطي راسك الراحه ان شاء الله شرب الدواء ديالك انا نشوف خالتي كون عرفتي اختك شنو قالت فيا ما تقول هكا خالتي يلا عليا نقول لك السلامة خليتك الراحة شنو بيا الحالة اللي وصلنا لها الشيخ شنو أنا خالتي ويتكي ولا إيوا راكي عارفة الصبر خالتي راه مكتاب الله كيتسارى وصافي عبد الغفور توا راه راجل قوي إن شاء الله دابا يتغلب كيسوها ويصبر ديريش بالك أخالتي هي راه خاصك أنت اللي توقفي معاه في هذا الوقت هذا وأنت اللي تفهميه وإن شاء الله نشوفو الخير قدام شوفو وليدي وحدة من جهة الصحة وحدة من جهة داكشي اللي دارت خصك ما نختلش دارت ما فراسك والو زعما فراسي والو خالتي والله ما فراسك شي حاجه ايوا راه قالت لك سيدي ما بقاش باغا تجوج بيه اسمع واش غنقول لك خالتي انا راه ما في خباري والو تمشي للدار ونسولها لك ايوا ما عندك ما تبقى تسول فيها انا نقول لك اشنو دارت راه دارت اليوم اش نقول لك غسلتني وغسلت الولد وقالت لك راه ما بقاش باغا نتزوج وما عندي ما ندير به وانا ما قد على المسؤوليه وانا سربكت عليا بالهضره وقالت لي سير الله يعاونكم اللي بديت نبكي عليها وبديت نعور طبيعي قالت لي تسبويت ما عندي ما ندير به داك التباحين انا بحاطيه ولدي وخالتي جات هي كدي على اسماء انت راكي عارفه اسماء هي ديما بحال ما هكاك راه غير كتكون واقيله معصبه وصافي انا بلا ولدي على هي بقى صغيره راه بعقله عارفه راسها اش كدير انت خالتي كوني هاني انا دابا غنمشي للدار لا وليدي صافي هذا الموضوع صافي صافي غير سمعيني يا خالتي وما تقصحيش راسك انت هي انا غنمشي للدار وغنجلس انا وياها وغندوي معاها ونقول لها داكشي اللي كديري فيه راه ما مزيانش شحال تقول لها تزوجي بولد خالتك بصحه عليه تتغدى وتغدى تزيدو تخلي سالي انا ما غادي نبزز على حتى شي حاجه خالتي انا غير غنجلس انا وياها ونشوف الدريه شنو اللي في راسها راه غير باقا صغيره ولا كيعارف الدريه حتى هي راه ماشي شي وحده الكبيره الدريه راه باقا صغيره صافي ولدي غادي قلب لي على مراه كما كانت تبارك الله ان شاء الله راه كاينه بنات الناس اللي غادي مأصلات اللي قادرين يغوا على الشيطان خالتي راه هو اللي مقطوع على يد ولا هو اللي مقطوع على رجل حنا ما قلناش هكاك راه هو راجل كما كان راه راجل اش نتلاقى انا وياه على الشيطان خالتي انا غندوي معاها وندير لها عقال راه باقا صغيره وما عارفاش لا انا ترى فراسكم كلشي باصين داكشي تاعك وخصك كلشي ودير راسك ما فراسكم والو مال ولدي انا ولا مدلول وفين اختي الغزاله البوغوس سلام فين صافا بخير انا عارفك ملي كتدخلني الدخله كتكون باغي نحاجتك صافي بلا ما نهضروا خلي الفلوس بعدا ابار تنهضروا على واحد الموضوع اخر اشكي يلا جيت مع خالتي هضرت معايا وقالت لي قلتي لها صافي ما بقيتيش باغي تتزوجي بعاود
مابقاش بغا نتزوج بها، عندك شي مشكل؟ لا ما عندي حتى شي مشكل، شكون باغي يتزوج بها داك هو هكا كدير؟ ايوا صافي راك نتزوج بها. لا مقاده لا صواب لا حتى حاجه. اصلا انا الزواج مابقاش كنفكر فيه بصفه عامه. وراه من حقك، الناس راه ما كيتزوجوش يتزوجوا، كيعرفوا فين يحطوا رجليهم. حيان عليك، ياك السيمانه اللي فاتت كنتي كتقول خويا عبد الغفور زيد علينا ودير لينا وفعل لينا. راه ما بقاتش الفلوس كداخله عنده، راه صافي راه ولا جالس الراحه والدار، هو خاص من يعطيه. اختي تايا انا كنقول راني طماع ولكن ما نوصلش لك الخوف. صافي ما تكثريش بزاف تكثريش عاوتاني صافي. المهم شوفي انا راه قلت لها غنمشي عند اسمو نهضر معاها. صافي دابا نقول لها انا بغيت معاها وعقل الصغر راه بغاتها صافي، خليها تقلب شي واحد شي وحده من شي قرب تقلب عليها، هي بغات تلصقك انت هي. ايوا مزيان اخويا يلا نخليك دابا يلا سير باي باي. لا دويت معاك ولا شي حاجه قول لها راه نبي نصحني باينة مدبر عليك شي زبيره خايبه باش نبان انا قدامك وصافي. قول باش تبان، قول على الزرقاء لافات وال50 درهم داكشي علاش كدير هكا. شفتي مع داك المواقف ديال ولد خالتك؟ لهلا يوريك باقي باغي نلصقوه فيا. وي واش ما عندك ما دير باش تجوجي بواحد ما عندوش ايد؟ ويه نولي كلشي نديرو انا وهو يبقى جالس لي على كفوف الراحه ما مرقوش. شوفي انا نوصيك نمشي ديريها ما نلصقيش باش يلاه نولي قجمه يجدو بيا الحتيت ويجدو بيا البرارد في العائله ويضحكوا عليا وني نكون في المجمع يبقاو يتغامزوا عليا. انا دابا باش لاتي انا ما عندنا ما يعاونوش بغيت والله يهديك. واش انايا كان كامل الجسم ديالو وشفت شوف واش قبلت عليه حساك دابا اللي ما عندوش ايدو. صافي ما عندك ما ديري بيه الحاجه اللي فيها شي حاجه غتعذبك ما عندك ما ديري بها. لا 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 جيبي سيدو والله الا هذاك الشيء اللي كاين ما عرفت ما سيقوا راسهم. الحمد لله انني غير شفت فيه بعداك. انا ما سولتك واش كاين في هادشي ما خويش عنده ما يقول الله يهديك. راه انا اللي كنقرر وزيدون خوتي باغين غير هاد واي كلمه نقولها هي اللي كتكون شي حاجه من غير هكا ما كايناش. اصلا انت عارفه خويا ما يبغيش لي واحد معاق. ايوا صافي هنا تنيتي منه يجاوبوا جوج سيد سيدو الله يلا استيستي لي هاد الموضوع ستري هذا الموضوع عطينا اكبر من الحجم ديالو. الله يلا نوض 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 نطيب واحد كوز دراتين كوز شد الحته ونمشيو نخرجوا لي بغيت يلا نوض. راه هادشي ولاو كيطلعو في هاد الانستغرام الو الله يحفظك خويا كيفاش سيدة فين بلاصه خويا انا نجي عندكم دابا خويا نجي عندكم دابا نجي عندكم نهزوك راسنا من بعد ديك الهضره اللي قلنا فيك وداك الشيء كله اللي كنا كنقولوه فك هات الشيء شي اسماء في وصل ديال الحال ضحكتوا عليا واستهزأتوا بيا باش كنقول لكم ما عمركم عباد الله ما عمركم تضحكوا على شي واحد ما عمركم تشوفوا شي واحد ناقصه ايد ولا رجل شي حاجه بقاو تضحكوا عليه راه اليوم ليك وغدا ليك عبد خويا حنا راه
انا ما قاديتش نهزو في الراس. وانت كتشوف اختي اسماء مسكينه مسكينه وقعت لها حادثه ودابا راه رجليها راه ما بقاش كتقد تزيد به شي اسماء كيمكن لي تشفت تبدا عملتك غير بالخير انت خالتي بغيت نتزوج بك ودرت معاك المستحيل ولكن نهار طرا لي المشكل خليتيني ياك ولا لا دوي شنو غادي نقول انا تخلصت على اي حاجه يكفي هادشي اللي فيا لا ما تزيدني عبد الغفور خويا حنا كنطلب منك السماحه ونقول لك سمح لي يا خويا عبد الغفور على كاع داكشي اللي درت فيك ودابا من اليوم اي حاجه بغيتيني نديرها باش تسمح لي نديرها خويا عبد الغفور حيت ماشي بسبب الاعاقه بنادم خاص يتفادى الانسان وما يبقاش يدوي معاه وما يبقاش يدير ليه شحال من حاجه حيت الناس راه معاقين وحسن من هذوك اللي عندهم يديهم وعندهم صحه قال لك ان الله يمهل ولا يهمل واللي تشفى كيتبلى اسمع انا مسامحك دنيا واخر وما نساوش واحد القضيه حنا كنا غادي نتزوجوا وحنا راه عائله واحده يعني دم واحد الا كنتي انتي سمحتي فيا انا ما غاديش نسمح فيك كيفاش انا باقي باغي نتزوج بها على سنه الله ورسوله واش كتهضر بصح لا كنهضر بصح من بعد داكشي كامل اللي دوزت عليك وداك المعيور كامل اللي عايرتك وسمحت فيك شوف الا كان الله سبحانه وتعالى اللي هو اللي خالقنا حنا كاملين وكيسمح على شي ذنوب كنديرهم كبار وكيسمح لينا عليهم حنا غير عبد يعني هادشي اللي غندير انا مجرد ذره واحده من داكشي كامل اللي كدير الله سبحانه وتعالى اللي حنا انسان من الحق عبد الغفور هادشي اللي طرا ليا تعلمت منه اكبر درس في حياتي صح والحمد لله هذا بغينا يكون درس لك ودرس لاي واحد كيشوفنا ولا اي واحد كيشوف هاد الحاله ديالك حيت اليوم كيقول لك اليوم عليك وغدا عليك الانسان هو اللي يدير علاش يرجع الله يخطيك خويا عبد الغفور الله يحفظك الله يخطيك ايه عليا كيقول لك المثال اللي تشفى كيتبلى كما كتشوفوا في هذه القصه اسماء تشفات واسماء تخلات على واحد الانسان اللي كان معاها وكان ديما واقف معاها وكيبغيها وكان ناويها الحلال واستهزأت به ونسات بلي الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل داكشي علاش خاصنا من هذه القصه هذه ناخذ العبره ما بقاوش نضحكوا على بزاف ديال الناس ما بقاوش نستهزئوا بزاف ديال الناس حيت بهاد الهضره ديالنا كنقدروا نقتلوا بزاف ديال القلوب كنتمنى من هاد الفيديو هذا ولا من هاد الفيلم هذا تكونوا فهمتوا وتكون وصلتكم العبره ما تنساوش ديروا لك جيم وما تنساوش بارطاجيو هاد الفيلم هذا مع كاع الناس اللي كتعرفوا نتلاقاو ان شاء الله في شي قصه اخرى وفي شي حاجه جديده ان شاء الله كنبغيكم بزاف